بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من ليبيا يقول: احتلم رجل مريض فتيمم، فهل عليه الغسل عند أن يبرأ؟ الجواب: لا يستطيع أن يستعمل الماء باعتبار مرضه، يتيمم ويصلي، فإذا شفاه الله وعافاه اغتسل وجوبا. رسول يقول: فليتق الله وليمس بشرته بالماء. الحديث من أوله: الصعيد طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته